الرئيس السيسي يستعرض الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر أمام الشركة المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن. وزير الخارجية يبحث مع مسؤول عمليات حفظ السلام الأوضاع في الدول الإفريقية. الأرصاد تعلن غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في غداء عمل نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للأمن على شرفه، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ورئيس مؤتمر ميونخ للأمن وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية. المزيد في سياق التقرير التالي. في ثاني أيام زيارته لمدينة ميونخ الألمانية في إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف سيادته، بحضور السيد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني والسيد فولفغانغ إيشينجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن وعدد من رؤساء كبريات الشركات الألمانية والعالمية. السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معربا عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، آخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. كما استعرض سيادته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ انطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقا للمؤسسات الدولية المتخصصة. ونوه سيادته للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حاليا من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير والبنية التشريعية المناسبة، فضلا عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذا تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها بما يمكنها من زيادة قدراتها الإنتاجية ويؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة ومصدرا مستقرا وشريكا يمكن الاعتماد عليه. خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، مشيدين بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، ما يوفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من المجالات ويشجع على التوسع في الاستثمارات في مصر حاليا. كما استمع السيد الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات. وفي السياق ذاته استقبل وزير الخارجية سامح شكري وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام جان بيير لكوا، وذلك على هامش فعالية مؤتمر ميونخ للأمن. شهد اللقاء التباحث حول سبل دعم وتعزيز فعالية العمليات الأممية لحفظ السلام وتناول تطورات الأوضاع في مالي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وأكد وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اللقاء على أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت شركة إني الإيطالية عن فوزها بالتنقيب لمنطقتي تنقيب بريتين في مصر، وصرحت إني أن المنطقتين هما جنوب شرق سيوة بنسبة 100% لها وغرب شربين بنسبة 50% لها وهي المشغل و50% لبريتش بتروليوم. قالت مجلة فاينانشال أفريك إن الرئيس السيسي هو المرشح الأمثل لتحويل الاتحاد الإفريقي إلى منظمة وطنية قادرة على مواجهة تحديات القارة السمراء. كما أوضحت المجلة الرائدة والمتخصصة في الأخبار المالية والمصرفية في مقال نشرته اليوم
أن الرئيس السيسي قاد بلاده في السنوات الخمس الماضية لتكون ثاني أفضل اقتصاد في إفريقيا، فقد أصبح مهندساً للإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي دفعت بلاده إلى الاتجاه نحو تسجيل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم النمو الاقتصادي في عام 2030، ويضاف إلى ذلك نجاحات الملحوظة في حربه ضد الجماعات الإرهابية. تمكنت القوات الأمنية بالإسكندرية من العثور على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات متغيب عن بيته وحضر إلى الإسكندرية بصحبة صديق له. المزيد في سياق التقرير التالي. 9 سنوات هو عمر سمير ذلك الطفل الذي عصرت عليه الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تائها بالمنتزه، ونجحت بعد التواصل مع مديرية أمن القاهرة في تحديد أهليته بمنطقة السيدة زينب وتسليمه لوالده ليتبين أنه متغيب عن أهله وحضر إلى الإسكندرية بصحبة صديق له. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء كافة يصحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.